الصحة والسلامة يا ست الكل، وبنشكر قناة سي بي سي على اهتمامها الكبير ده. يعني حضرتك عن مظاهر الاحتفال بحد ذاته، هو دايما هو بداية العيد بيبدأ من يعني طبعا الصوم الكبير كله، لكن الاحتفاليات العيد بقى بتبدأ من يوم الحد اللي هو حد الزعف، عيد دخول السيد المسيح لأورشليم. النهاردة بيعتبر يوم فرح لأن بيستقبلوه في أورشليم بالورود وزعف النخيل أو زعف النخيل كما يقال، يعني هو بالعامية احنا بنقول حد الزعف، لكن هو يقرأ أو يكتب حد الزعف. بدأتوا تعملوا إيه من امبارح؟ بدأتي تحضري للعيد ده إزاي؟ بدأتوا تعملوا؟ جبنا الزعف والسنبلة وعملنا الصليب والجحش القتان والخواتم والتاج، يعني هو عشان ابني. حاجات لازم بتتعمل كل دي عادات كل سنة عشان نحس بالاحتفال يعني قبل ما نروح الكنيسة. فرحانين طبعا، يا ربنا يعديه على خير ان شاء الله. هنا من حاجة؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة، مصر بخير ان شاء الله على طول. تحسي ان المسلمين بيحتفلوا مع المسيحيين؟ طبعا صدقيني، من الصبح بيتصلوا بينا وبيعيدوا علينا من بدري، يعني صدقيني بينزلوا وبيشتروا هم كمان زعف، نجيب لهم معانا، بناخد لهم معانا اللي هو بتاع القمح دوت بيحبوه، بتاع بيبقى بسنة جديدة يعني فيها خير يعني إن شاء الله. تكون حلوة جدا يعني لما دي نعمل زعف والصبح يعني كل سنة بنستنى حد الزعف ده يعني عشان بنعمل فيه الزعف ونضحك ونبسط. صحابك بيحتفلوا معاكوا بيه؟ كتير كتير، كل صحابي كانوا امبارح معايا عشان حد الزعف، عشان اجي الكنيسة واحضر القداس واشتري الزعف واطلع يا سيدنا. انا جبت الحاجه امبارح بصراحه، كان الناس كلها يعني عارفه الفرحه على وجوههم، يعني ده بيبقى يوم من السنه للسنه. الحاجات بقى اللي انتوا المفروض تعملوها النهارده، يعني انتوا جيتوا الكنيسه واشتريتوا زعف، اليوم بيكمل ازاي؟ اليوم هو الصبح خالص بيبقى فيه قداس اولاني، بيبدا دوره الزعف من الساعه 5 الصبح، سيدنا بينزل وبيلفوا الزعف كله، بيرشوا بالميه الزعف اللي عايز، اسمه تكريس الزعف. إناس أنس، سي بي سي.